لمزيد من الاستقراء بينضم إلينا من دبي تشو شوان كاتب والمحلل السياسي. أرحب بك سيد تشو. أهلا بكم، شكرا لدعوتكم. الصين وهي التنين الاقتصادي لها يعني من أقوى الاقتصادات في العالم، وهي الآن في الذكرى 20 سيد تشولي المنتدى 20 عاما على المنتدى العربي الصيني الاقتصادي، مع اختلاف القضايا السياسية وأيضا الرؤى الاقتصادية، ما هو القادم في هذه في الأجندة في هذا المنتدى؟ نعم طبعا، أعتقد أن نعرف أن المؤتمر الوزاري العاشر لمنتدى التعاون الصيني العربي قد يجذب أنظار وسائل الإعلام العربية بشكل كبير، لأن كان على الرغم من أن المؤتمر على مستوى الوزراء، ولكن نعرف أن 4 قادة من الدول العربية قد شارك في المؤتمر، وذلك يثبت أن الدول العربية تهتم بتحسين وتعميق العلاقات الاستراتيجية بينها وبين جمهورية الصين الشعبية. وفي هذا الصدد أعتقد أن التعاون العملي بين الصين والدول العربية قد تمتد إلى مجالات جديدة. على سبيل المثال، فكان التعاون بين الجانبين يركز على النفط والغاز الطبيعي وبناء البنية التحتية، ولكن عندما نقرأ خطاب رئيس الصين شي جين بينغ فنجد أن مجالات التعاون قد يمتد إلى كثير من المجالات الأخرى، على سبيل المثال الذكاء الاصطناعي واستكشاف الفضاء والزراعة الحديثة وغيرها من المجالات الأخرى. وهذا يثبت أن العلاقات بين الصين والدول العربية قد تحسنت بشكل تدريجي، وخاصة بعد أن الصين قد تلعب دورا أكبر في منطقة الشرق الأوسط. فنعرف أن الصين قد نجحت في تحقيق الوساطة بين السعودية والإيران في مارس العام الماضي، وذلك يساعد على تحسين الوضع في منطقة الشرق الأوسط. فنعرف أن كل من السعودية وإيران دورة قوية وكبيرة في هذه المنطقة، فإذا يتحسن العلاقات بين الدولتين فهذا لا يصالح البلدين فحسب، بل يصالح جميع الدول في هذه المنطقة، لأننا نعرف أن الاستقرار هو أساس لتحقيق التنمية. فلهذا الصدد أعتقد أن الدول العربية تسعى وترغب في تحسين العلاقة مع جمهورية الصين الشعبية، وبالمقابل أعتقد أن الصين ستقدم مزيدا من الفرص التنموية للدول العربية حتى يستفيد بعضها البعض. نعم. طيب سيد تشو، ذكرت بأن قامت الصين بالوساطة في ما يخص الملف أو المشكلة ما بين إيران ودولة الإمارات، هل بتعتقد بأن سينتقل أو تنتقل الصين إلى مرحلة أعمق وأبعد فيما يخص القضية الفلسطينية، هي تشجب وتعترف بالدولة الفلسطينية وتقر بها بالفيتو الصريح، هل ستقوم بذات الدور في القضية الفلسطينية بوساطة يعني عربية أجنبية للوصول إلى حل الدولتين؟ نعم طبعا، أعتقد أنكم قد قرأت أن هناك بيان مشترك خلال المؤتمر الوزاري العاشر حول القضية الفلسطينية. فطبعا أعتقد أن الحكومة الصينية قد أرسلت مبعوث الخاص بشأن منطقة الشرق الأوسط إلى هذه المنطقة لإجراء جولتين من المشاورات، وذلك من أجل توسيع أو توصل إلى الآراء المشتركة بهذه القضية. وبالإضافة إلى ذلك، كما أعلن رئيس الصين شي جين بينغ أن تقدم مزيدا من المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وذلك من أجل تخفيف معاناة الشعب المحليين. وبالإضافة إلى ذلك، فتدعو الحكومة الصينية مرارا وتكرارا على وقف إطلاق النار في قطاع غزة. وبالإضافة إلى ذلك، الصين ستدعم عقد مؤتمر بمشاركة أوسع وبمصداقية أكثر وبفعالية أكثر، وذلك من أجل تحقيق السلام في هذه المنطقة. طبعا نعترف بأن
تحقيق هذا الهدف صعب جدا في الوقت الراهن، وذلك بسبب العمليات العسكرية البرية بسبب إسرائيل وبسبب الدعم القوي من قبل الولايات المتحدة. ولكن أعتقد أن الصين ستستمر في تقديم المساعدات لحل القضية الفلسطينية، وذلك من خلال حل دورتين، لأنه أعتقد هو الطريق الوحيد لتحقيق السلام واستقرار في هذه المنطقة، مهما بالنسبة إلى إسرائيل وبالنسبة إلى الفلسطينيين. فطبعا الصين ستستمر في تقديم مساعداتها مع الدول العربية الشقيقة والصديقة لتحقيق هذا الهدف بأقصى جهودها. طيب ضيفي الكريم في الكلمة الافتتاحية للرئيس الصيني وأيضا في كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، كان هناك اتفاق وتقارب كبير في الرؤى فيما يخص القضية الفلسطينية. تحدث الرئيس عبد الفتاح السيسي عن مفتاح الحل، وهو المفتاح الوحيد أن تحل القضية الفلسطينية من جذورها بحل الدولتين وإرساء السلام، هو السبيل الوحيد. وتتحدث معي الآن عن أن الصين ستقوم بدور أكثر فعالية في الفترة القادمة كوسيط ولاعب أساسي ومحرك للسلام في المنطقة. ما هي الاستراتيجية التي تقرأها من وجهة نظرك التي ستقوم بها أو تفعلها الصين من أجل حل الدولتين؟ طبعا نعرف أن الصين قد طرح مبادرات الأمن العالمي ومبادرات التنمية العالمية ومبادرات الحضارات العالمية، وأعتقد أن كل هذه المبادرات تهدف إلى تحقيق الفوز المشترك والتعاون المثمر، ولكن هذا على أساس السلام واستقرار في المنطقة. أما في الوقت الراهن نعرف أن قطاع غزة يواجه عدد كبير من التحديات، لأن استمرت العملية العسكرية الإسرائيلية في هذه المنطقة. وفي الوقت الراهن أعتقد أن الصين ستحث الجانب الإسرائيلي على وقف إطلاق النار بشكل أولي، لأن هذا من أولوياتها لتخفيف الوضع المتوتر في هذه المنطقة. إذا استمرت الحرب في هذه المنطقة فلا نستطيع أن نحقق أي تقدم أو أي تنمية أبدا. نعم. فطبعا أعتقد أن الحكومة الصينية ستدعو إلى عقد مؤتمر السلام بشكل أكبر وبمصداقية أكثر، لأن هذا لا يحتاج إلى جهود الدول العربية الشقيقة فحسب، ولا يحتاج إلى جهود الصينية فحسب، بل يحتاج إلى جهود من قبل المجتمع الدولي، أعتقد بما فيها الولايات المتحدة والدول الغربية. لأن المجتمع الدولي من الضروري أن يبذل أقصى جهودها لتخفيف الوضع المتوتر الراهن في قطاع غزة، وتحث إسرائيل على وقف إطلاق النار في أسرع وقت ممكن، لأن العملية العسكرية لا تؤدي إلى السلام أبدا، الحقائق قد أثبتت ذلك. ولكن حل دولتين هو الطريق وهو السبيل الوحيد لحل القضايا الساخنة في هذا المنطقة. نعم. فربما هذا نحتاج إلى مجتمع. أريد أن أعقب على أيضا على كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي. نعم. عندما تحدث عن ليس فقط حل الدولتين هو العلاج السحري، ولكن أيضا هناك جهود لابد أن تبذل على مجالات مختلفة، ومن أهمها طبعا إنقاذ قطاع غزة من المجاعة بإنفاذ المساعدات الإنسانية التي أصبح يعاني الكثير من الفلسطينيين من نقص الأمن الغذائي. هل سيكون للصين دور في هذه القضية أو هذا الملف؟ طبعا أعتقد أن الرئيس الصيني شي جين بينغ قد أعلن أن الصين ستقدم مزيد من المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وتقدم مزيد من المساعدة العاجلة إلى هذه المنطقة أيضا. ولكن أعتقد أن هذه المساعدات ليست كافية، لأن الحرب الصراعات في هذه المنطقة تستمر، ولا يستطيع أن نوقف على هذه العمليات العسكرية الإسرائيلية في الوقت الراهن. فربما هذا يساعد على تخفيف معاناة المحليين إلى حد ما، ولكن لا يحل المشاكل الجذرية. المشاكل الجذرية ألا وهو يعني تجاهل حقوق الفلسطينيين في هذه المنطقة، وهذا يحتاج إلى
الجهود المشتركه من قبل عفوا المجتمع الدولي لوقف اطلاق النار في هذه المنطقه، لان وقف اطلاق النار من اهم شيء في الوقت الراهن في هذه المنطقه.